الخير. مساء الخير على كل جمهور النادي الاهلي. حلقه جديده النهارده او فقره تكمله فقرات الاهلي الليله بعد فقره الاستاذ محمد الجندي زميل العزيز وكابتن رامي عادل والحديث عن كره القدم. دلوقتي بنتحول لملعب اخر وهو ملعب كره السله. فريق السيدات السله لازم نتكلم عليه ونقول ان فعلا بدا الموسم باداء جيد جدا، بدا في منطقه القاهره، بدا يفوز في ماتشات وبدا يستعد الى البطوله العربيه. لما رحنا للبطوله العربيه للسيدات السله فعلا ادوا اداء مشرف وكلهم كانوا امل وثقه ان هم يقدروا يكسبوا ويقدروا يحققوا مش المستحيل لكن يحققوا بطوله جديده للنادي الاهلي. بقى لها 26 سنه ما دخلتش النادي الاهلي. لكن هنتحاور النهارده مع كابتن ثريا وهي احد لاعبات النادي الاهلي في سيدات النادي الاهلي في فريق كره السله والحائزه على احسن سكورر في البطوله العربيه اللي هي فعلا كان ادائهم مشرف وكلنا افتخرنا بيه. لكن اكيد احنا بنطمح دائما وابدا للمركز الاول، لكن هنشوف كابتن ثريا ونشوف ايه اللي حصل ونبارك لها على الكاس اللي هي اخذته في هذه البطوله. كابتن ثريا مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. كله كويس؟ كله حلو الحمد لله. هنبدا من الكاس. من الكاس احسن سكور في بطوله العربيه، قولي لنا وصلنا ازاي للموضوع ده. هو انا ما كانش في دماغي خالص ان انا كنت هاخد سكورر توب سكورر يعني، بس هي جت بالصدفه ان اول ماتش جبت 20 بوينتس، بعدها فضلت اكمل على نفس السكور ده 20 20 في السيمي فاينل جبت 40 بوينتس، فهو ال 40 بوينتس دول هم اللي فرقوني عن كل الناس الثانيه. انا ما لعبتش ماتش فاينل اصلا مثلا غير 8 دقائق او 9 دقائق عشان جات لي اصابه في السيمي فاينل. فانا كنت عارفه ان انا هاخد حاجه بس انا ما كنتش عارفه ان هي سكورر. افتكرت كنت ممكن اخد مثلا 3 بوينتر او ام في يعني، ما جاش في دماغي خالص ان هي سكورر. طبعا لما اخدت سكورر لا اتبسطت قوي. عمري ما كنت اخدت الكاس ده في حياتي. ان هي كان بالنسبه لك كان حاجه كنت حلم قبل كده، كنا قعدنا مع بعض واتكلمنا وقلت ان ده حلم عندكم كبنات النادي الاهلي، سيدات النادي الاهلي عايزين يكسبوا البطوله العربيه وهي الاهم في هذه السيزون. لكن جاءت الامور بما لا تشتهي السفن. ف ايه اللي حصل؟ هو والله لا، هو ماتش الفاينل بتاعنا اللي كان مع لبنان لا هو ما كانش ماتش سهل خالص يعني، هو معاهم كمان اتنين محترفتين جامدين قوي، فان احنا اصلا نوصل فاينل بعد السيمي فاينل كمان ما خلص 107-99 وده اصلا مش سكور حد بيجيبه ولا حتى فرق الولاد. فلا كان سيمي فاينل هو الصراحه خلص علينا كلنا، اذا كان انا من هاله من كل الناس كانت اتصابت ساعتها، حتى المحترفه بتاعتنا اتصابت برده. فلا هو يعني لبنان لعبوا الاردن في السيمي فاينل خلصوا الماتش 30 بوينتس من الشوط الثاني، احنا لا قعدنا نعافر والماتش خلص بعد مع تونس. كنا الامل التونسي. الماتش خلص بعد اكسترا تايم واتصبت في الاكسترا تايم، فالماتش فعلا كان يعني بالنسبه لي السيمي فاينل هو كان ماتش فاينل بالنسبه لك. بالظبط. ده بتقولي لي كده يا ثريا، النهارده احنا فعلا لعبنا البطوله العربيه، لعبنا بعد 26 سنه غياب، لكن انت عارفه جماهير النادي دائما وابدا مركز اول. بالزبط. حتى انت قلتي لي الكلام ده في وقت من الاوقات بيني وبينك، لكن عايزين نعرف تدريج البطوله، الخبرات اللي استفدتوها من البطوله، لان فعلا ناس كتيره اشادوا باداء الفريق السله سيدات في النادي الاهلي. هو الصراحه اول حاجه الجمهور ما سابناش خالص، كنا حتى لما احنا كنا بنبقى خسرانين ماتش لبنان اللي في المجموعات ده، لا هو احنا كنا خسرانين مثلا كتير قوي وهم ما سابوناش، كانوا طول الوقت قاعدين بيشجعونا وطول الوقت مش سايبيننا وطول الوقت ورانا. حتى في السيمي فاينل برضو احنا كنا خلاص بنخسر، كان 5 بوينتس لتونس وكان فاضل 40 ثانيه، احنا كسبنا الماتش يعني. احنا عوضنا ولعبنا اوفر تايم وكسبنا الماتش، فالجمهور ما سابناش خالص بصراحه، كسبانين خسرانين ما سابناش. بس فلا الجمهور كان ليه دور كبير قوي يعني في البطوله دي اكتر يعني مننا يمكن، يعني الجمهور هو الاساس. لكن وصولكم للدور النهائي ده كان حلم بالنسبه لكم؟ طبعا كان حلم. احنا مش بالنسبه لنا ان احنا عايزين ناخد نروح دور نهائي بس، احنا كان نفسنا ان احنا ناخد اول. الظروف طبعا ما كانتش مساعدانا خالص، بس باصابتي واصابه هاله واصابه المحترفه وهم محترفتين بتوعهم بجد جامدين قوي بلس اللبنانيين كمان، فدي بالنسبه لنا كانت مشكله ان احنا ما عرفناش ان احنا نوقف اللبنانيات ونوقف، لا هم كلهم جامدين. هنتكلم على فريق هو انتم كله لبناني، لكن هنخرج لتقرير مهم. أوكي. تقرير عن كره السله ناشئات، وهو تقرير باستعداد لمباراه بكره، مباراه مهمه في منطقه القاهره، في نهائي منطقه القاهره. هنطلع لهم لتقرير نشوفه وترجعوا لنا مره ثانيه.
النادي الاهلي بالمباراه اللي فاتت لكره القدم، وباذن الله بطوله افريقيا اهلاويه. بالنسبه لفرق كره السله احنا عندنا 10 و11 و12 و13 ابتدوا المهرجانات بتاعتهم لمنطقه القاهره، والحمد لله ماشيين بخطوات ثابته ومتفوقين في جميع مبارياتنا. بالنسبه ل 14 سنه و16 سنه و18 سنه لعبنا الدور التمهيدي بالنسبه لمنطقه القاهره وتفوقنا فيه، وكله مثلا كل الفرق كسبت المجموعات بتاعتها، يعني خدوا اول المجموعه، وباذن الله الفرق كلها بتتحضر عشان الدور قبل النهائي بالنسبه لبطولات القاهره. باذن الله نقدر نحقق زي السنه اللي فاتت اغلب بطولات منطقه القاهره. في فرق منافسة كتير بالنسبة للمنطقة زي الجزيرة زي الزهور زي وادي دجلة، لكن احنا بالنسبة لنا في النادي الاهلي ما بنرضاش غير بالمركز الاول وبنعمل عليه، وبإذن الله ربنا يوفقنا ان احنا نحقق هذه النتيجة. يعني المنافسة السنة دي قوية جدا، احنا بدأنا الدور الاولاني خلصناه، وبادئين فترة اعداد من شهر 7، يعني انا شهر 7 و8 كنا بنتمرن فترتين في الصبح وبعد الظهر. من أول ما شهر 9 المدارس بدأت بنمرن كل يوم، بناخد بس يوم راحة يعني. خلصنا الدور الأول الحمد لله، كسبنا كل الماتشات. الدور الثاني عندنا الدور قبل النهائي سهل، بس الفاينل السنة دي هيكون صعب برضه، نفس السنة اللي فاتت بالظبط. في 5 فرق بينافسونا، منهم الشمس وزهور ووادي دجلة والجزيرة والتأمين. الحمد لله عندنا المستوى بقى كويس، اللعيبة مهاريا كويس، في التكتيك كويس، مركزين جامد. نفسهم طبعا ياخدوا البطوله السنه دي وان شاء الله باذن الله نفس السنه اللي فاتت بالظبط. فيعني بنتمرن مركزين جامد على الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه والمهاريه، وان شاء الله السنه دي يعني ان شاء الله ناخد اول باذن الله ان شاء الله. الدور الاول كناش لينا منافسين، يعني منافسين قوي، بس الحمد لله كسبنا الدور الاول كله، وعندنا الدور الثاني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. ان شاء الله ان احنا نقدم بطولات كتير للنادي الاهلي، في الاول وفي الاخر ده النادي بتاعنا برضو، ولازم ان شاء الله ناخد كل البطولات ويبقى نادي قرن ان شاء الله. احنا الاول كنت مرن تمارين عاديه، بعدين ابتدى نشتغل بقى ديفنس جامد وناخد خطط كتير، عشان الماتشات محتاجه ان احنا ناخد خطط وديفنسات كتير وكده. خدنا ضد الشمس 16 سنه والقاهره 16 سنه وكسبناهم، ومعادي 14 سنه وبرده كسبناهم، وكنا مركزين جدا في الماتشات دي عشان دي كانت هي اللي هتاسسنا للماتشات المنطقه والجمهوريه. كان جالي سبرين انكل، كنت نطيت وجالي سبرين انكل، قعدت شهر ونص وبعد كده نزلت، وبعد كده اتصبت تاني من يومين سبرين انكل تاني في نفس الرجل. احنا ان شاء الله يعني ناخد كل البطولات. هي احنا السنه اللي فاتت خسرنا القاهره عشان كان عندنا نقص في حاجات، بس المره دي ان شاء الله ناخدها. احنا لعبنا اكبر مننا بسنه 16 سنه وكسبناهم الحمد لله، كانوا فرق كويسه بس احنا كنا احسن شويه منهم وكسبناهم الحمد لله. وكنا لعبنا ماتشات 16 سنه عشان برضه يبقى احسن، كان بنتمرن كتير على الديفنس علشان دي اكتر حاجه بتكسبنا، مش لازم نلعب بالباسكت، احنا الديفنس هو اللي هيكسبنا اكتر حاجه. احنا الموسم ده اكيد كنا احسن من الموسم اللي فات بكتير قوي، عشان الكابتن بقى يمرنا كل يوم وبيقول لنا حاجات ما سمعناهاش قبل كده، والدريلات اللي هو بيعملها لنا ما خدناهاش قبل كده، وبقينا نتحسن جدا جدا. يعني هو اصلا هم طموحاتي بقت كانت بعيده قوي، بس هم يعني بقوا احسن بكتير من الاول، فانا فرحانه قوي لما في النادي الاهلي. بعد ما شفنا تقرير عن 14 سنه بنات كره سله في النادي الاهلي، هنسال كابتن سوريا اخبار النشئات ايه في النادي الاهلي؟ لا هم طبعا النشئات دول مع كابتن خالد لا بجد كل مره بنروح التمرين بنلاقيهم بيتمرنوا الصبح وبنلاقيهم بيتمرنوا بالليل، بيتمرنوا كتير قوي، وهم دول طبعا الامل بتوع النادي ان هم
يعني يعملوا اللي ما حدش عمله ويكسبوا كل الماتشات، ومش بس ال 14 و 14 و 16 و 18 هم دول، يعني هم دول البيز بتاع الباسكت. وانت ماشيه في بلعب كره السله كده وتفرجي على البنات، حاسه ان الامل كويس، الناشئات طالعين كويسين من الاهلي؟ اه قوي قوي. لا هم بجد كويسين، الناشئات كويسين قوي، اذا كان 14 او 16 او 18 التلات اعمار كويسين قوي قوي قوي، ما شاء الله بينافسوا يعني على اول او تاني. طيب اهم حاجه في البطوله اللي فاتت دي بالنسبه لسوريا الكاس اللي جنبك، قولي لي الكاس ده بيمثل ايه لسوريا؟ انا بالنسبه لي عمري ما اخدت كاس سكورر في اي بطوله كنت بروحها، ما دي اول مره سكورر. لا كانت اول مره ان انا اخد سكورر، فهي حاجه جديده الصراحه وحاجه حلوه. انا كان نفسي ان انا اخد حاجه بيرسونال تايتل ليا يعني في البطوله، فلا انا مبسوطه قوي ان انا اخدت البطوله دي وبالذات في مصر. ايه بقى ده لما ده وانا بستلم الكاس؟ وانت بتستلم الكاس؟ ده ماتش الكوارتر فاينل مع المغرب. مع المغرب. بس فده بالنسبه لك حاجه، يعني حاجه ما حصلتش قبل كده بالظبط، وكمان وسط جمهورنا وسط ارضنا وسط فده بالنسبه لي انجاز، ومع النادي كمان اللي انا خلاص بقيت مش حابه ان العب مع حد تاني غير مع الاهلي، فبالنسبه لي ده انجاز وسط جمهور وسط ارضنا، فده طبعا بالنسبه لي انجاز. حسيتي ايه مع الجمهور وانت جايه من نادي الصيد قبل كده، لكن دلوقتي الجمهور بيتكلم على سوريا محمد؟ بجد انا مبسوطه قوي ان كل الجمهور خلاص دلوقتي بقى عارفني، ان انا بقالي شهرين بس في النادي وبلعب بروح وبلعب بقلب وكيف، وبقى خلاص لا عارفين يعني. حتى يوم ما اتصبت في السيمي فاينل كنت بشوف الكومنتس اللي على الفيسبوك او حاجه هي نازله ولا لا، طب طمنونا عليها. فبالنسبه لي الحاجات دي انا اصلا كنت عايز العب علشان كده، عشان احنا عايز اخد اول عشان نفرح الناس اللي بتيجي دي على طول. بس بالظبط. قولي لي الصوره دي حكايتها ايه؟ الصوره دي احنا كنا كل بعد ما بنكسب كل ماتش كنا لازم دايما ان احنا نروح للجمهور. ده كان ماتش الكوارتر فاينل كسبناه كان 30 بوينت، ورحنا طبعا للجمهور اللي كان ما سبناش ولا اي لحظه. بس هو ده جمهور النادي الاهلي، وهي دي حياه النادي الاهلي. بالزبط. دي حياه البطولات. قولي لي يا كابتن سوريا، في البطوله دي في اوقات فيها بتبقى فيها فرحه وفي اوقات فيها زعل. قولي لي ايه الماتش اللي كان صعب بالنسبه لكم قبل ما توصلوا للدور النهائي؟ كان صعب قلتي جايز نخسر، جايز امتى؟ ماتش لبنان اللي كان في المجموعات. احنا هو مش هيفرق في حاجه لان احنا كده كده الثمان فرق هتوصل لدور ربع نهائي، بس احنا كان يفرق معانا نفسيا ان احنا نبقى طالعين واخدين ادفانتج عليهم ان احنا كسبانين. فهو ده مثلا بعد ما خسرنا، ما خسرناش كمان بوينت او اتنين، احنا خسرنا كتير. فكان بالنسبه لنا لا احنا خلاص بقى كلنا حطينا بقى دماغنا في الارض وقلنا لا خلاص مش عايزين نكمل وبتاع، بس لا كلنا قعدنا مع بعض وعادي ابتدينا قلنا هنبتدي من اول وعادي خالص، ماتش مجموعات مش فارقه، نطلع تاني مجموعه كده كده هنقابلهم ان شاء الله في الفاينل. كان بس احنا باصين للتارجت اللي هو احنا عايزين نوصل فاينل. ماتش تاني كان صعب، ماتش تونس اللي هو السيمي فاينل، عدينا الحمد لله المغرب بسهوله في كوارتر فاينل. كويس. السيمي فاينل تونس لا كان ماتش بجد، السيمي فاينل بجد يعني صعب قوي جدا، 107 99 عشان كده جبت 40 بوند. يعني
صح؟ سوكا. ايه حكايه سوكا؟ لا ده كابتن زمان قوي قوي وانا ما كنت في الصيد، هو مش عارفه ايه اللي حصل، فهو خلاص كده فجاه قال لي انت سوكا كده. خلاص بقى على بقيت اسمك سوكا. ما حدش بيقول لك يا سرايا في الملعب، بيقول لك يا سوكا، ولا ده اسم؟ لا انا وكابتن ايهاب لما بنتخانق بيقول لي يا سرايا. يا سرايا لما تتخانقوا بس في العادي لا في العادي يا سوكا. وكل فرقتك بتقول لي يا سوكا. الاسم احسن بالنسبه لك ان هم يقولوا لك يا سوكا؟ يعني لا بالنسبه لي مش بدقق قوي يعني. طب بس جمهور النادي الاهلي بيقول لك ايه؟ لا هو ما يعرفوش سوكا، انا كنت حتى كده هيعرفوا خلاص من النهارده. هو خلاص عرفوا بس كان كاتبه سرايا على التيشيرت النهارده. طب قولي يا كابتن سرايا، دلوقتي احنا بطوله عربيه خلصت، الناس ده حقيقه الناس كانت في جوه النادي كانت مبسوطه من فرقه كره السله سيدات من الروح والاداء، عارفين ان في فرق مستوى، واكيد لو في فرق مستوى مش ده مش بيحزننا جدا، لكن بيزعلنا ان يكون مستوانا احسن ونخسر. بالظبط. المرحله اللي جايه عندنا تحديات كتيره في المرحله اللي جايه. صح، احنا المفروض ان احنا دلوقتي موقفين علشان احنا لسه راجعين من البطوله العربيه. فواخدين اجازه لدور ال 16 في الدوري المرتبط، عندنا ماتش رايح جاي مع مدينه نصر، وبعد كده هنلاعب الكسبان من الاهلي سوري من السيد وهليوبلس في دور الثمانيه. فيعني من اول دور الثمانيه ان شاء الله الموضوع هيختلف، احنا خلاص البطوله العربيه عدت وخلصناها، عايزين بقى نركز في اللي جاي، عايزين ناخد ان شاء الله مرتبط، وبعديها هنلعب على طول الكاس، مش هنوقف عشان احنا عايزين، هم اعتقد السنه دي يعني هيمشوا الموضوع بسرعه عشان المنتخب. فهنلعب يعني كروستات الكاس على طول، وبعدها هنقوم لاعبين الدوري. فاحنا بالنسبه لي خلاص يعني البطوله العربيه خلصت، الكاس تمام. والمرتبط والدوري خلاص، هو ده التارجت قدامنا كلنا. اول تارجت عندنا هو المرتبط. ان شاء الله. المرتبط بتلعب ازاي؟ انا بس سمعت حاجات كده بتلعبوا كروسات معينه جوه المرتبط. احنا لاني انا اعرف ان نظام الدوري بيكون دوري رايح جاي او حاجه زي كده، لكن مفيش كروسات، الكروسات في الكاس. بالظبط، هو المرتبط احنا بنلعب يعني فريق 16 سنه بيلعب الاول، وبيزد اون نتيجه ال 16 سنه احنا كمان، يعني احنا لو كسبنا بنزودهم، هم لو كسبونا بنزود بعض. فيعني حتى كل الماتشات اللي جايه نتيجه ال 16 بتضاف على نتيجه الفيرست تيم. فاحنا لازم نكسب وهم لازم يكسبوا. هو ده كده احنا بنلعب، ان احنا قبلهم مثلا هم بيلعبوا الساعه 6 واحنا الساعه 8. بعد كده بنقوم ملاعبين فرقه مثلا الكسبان من هليوبلس وسيد، بعد كده الكسبان من شمس وجزيره. كله بيقابل بعضه في الاخر، ان شاء الله نوصل فاينل يعني. طيب بصي، احنا لازم، انت عارفه لازم نلف الملاعب، هنطير على تونس عشان نتكلم مع كابتن اشرف فتاح. مساء الخير يا كابتن اشرف فتاح، المدير الفني لفريق تنس طاوله في الموجود دلوقتي وفي تونس جوه البطوله العربيه. كابتن اشرف مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، ازي حضرتك وازي حضرتك عامل ايه؟ طمنا. واهلا بالضيوف. طمنا عن احوال بعثه فريق التنس طاوله في النادي الاهلي. حبيبي البعثه الحمد لله زي الفل، مفيش اي مشاكل، واحنا وصلنا الولاد وصلنا دور الثمانية، والبنات وصلنا دور الأربعة. ما شاء الله ان شاء الله ماتشين، ماتش الساعة 10 الصبح بالنسبة للولاد، ماتش الساعة 4:30 بالنسبة للبنات. هنلعب مين في السيمي؟ كل حاجة كويسة الحمد لله. تمام، هنلعب مين في السيمي فاينال؟ كسبنا بالنسبة للرجال، كسبنا كل الماتشات ووصلنا، بنلعب في دور الثمانية النهاردة، هنلعب مين في دور الثمانية ان شاء الله؟ البنات هيلعبوا مع تونس في دور 8 ان شاء الله. بالنسبه للولاد هنلعب برضه مع تونس الصبح 10. يعني دور الثمانية رجال مع فريق تونسي، ودور الأربعة مع السيدات برضه مع فريق تونسي. فريق تونسي. شايف فريق تونسي ازاي من وجهة نظرك الفنية؟ طبعا احنا يعني بنحترم كل الفرق وبنعمل حساب كل الفرق، انما ان شاء الله باذن الله نقدر نعدي بالنسبه للولاد وبالنسبه للبنات برضه ان شاء الله باذن الله. كابتن اشرف، هم كانوا بيلعبوا في المجموعه الثانيه؟ ليه؟ كان تونس في المجموعه الثانيه. تونس راحت المجموعه الثانيه؟ كانت في المجموعه الثانيه، فريق التونسي كان بيلعب في المجموعه الثانيه. في مجموعة طبعا غير المجموعة بتاعت النادي الاهلي، لان في يعني شروط في الاتحاد العربي ان بعد ما بنخش دور الثمانية في المجاميع بتعمل قرعة جديدة من اول وجديد. بعد دور الاولاني يعني. فوقعت الفريق المصري في مجموعة بقت نوك اوت، بعد كده اول ما بنوصل دور ثمانية بتبقى نوك اوت. الفريق التونسي كسب نادي الفتاة الكويتي النهاردة. وهنلعب معاه بكره ان شاء الله الساعه 4. ومين المربع الذهبي بقى؟ اثنين الاهلي هيلعب التقدم التونسي، والناحيه الثانيه مين يا كابتن اشرف؟ الناحيه الثانيه الجزائر وتونس برضه. وتونس ثاني تونس وفريق تونسي. شايف المنافسه ازاي في فرق السيدات يا كابتن اشرف؟
البطوله المنافسه فيها قريبه المره دي لان الفرق عدد الفرق كبير وفرق كتيره جابت لعيبه محترفه معاها وهي جايه. عارف كل فرقه مسموح لها ان هي تجيب لعيب محترف اثناء البطوله. مظبوط. انا معلش ابتدي اقول لحضرتك حاجه ان الزمالك هو هيبقى المنافس غالبا الرئيسي في البنات. في البنات. مع الاهلي في السيمي فاينل. هيبقى في الفاينل. بعد السيمي فاينل يطلعوا الفاينل. في الفاينل البنات هتبقى احتمال كبير جدا تبقى عند الزمالك. تمام. انما بالنسبه للولاد احتمال وارد الزمالك بكره هيلعب مع البحرين البحريني. واحنا هنلعب مع فريق تونسي لو ان شاء الله احنا نكسب وهما اللي يكسب فيهم هيقابلنا. ففي احتمال ان احنا نقابل الزمالك في السيمي فاينل الولاد. باذن الله كابتن اشرف كل الاحوال تمام، كل البعثه الاولاد تمام، وكل اللاعبين واللاعبات تمام. تمام كله تمام الحمد لله ومفيش اي مشاكل عندنا الحمد لله. كابتن اشرف بالتوفيق وان شاء الله نتابعك بكره ونتابع الفرقه باذن الله فريق التنس طاوله وباذن الله نبارك لكم ان شاء الله باذن الله على البطوله العربيه في تونس. كابتن اشرف عبد الفتاح من تونس شكرا جزيلا. في تونس. برضه فرقتين والاهلي كره رايح تونس وكلنا اشقاء. سافرت تونس قبل كده؟ لعبتي هناك؟ لا ما سافرتش تونس. مفيش بطولات هناك، لكن اليومين دول اعتقد كل الماتشات هناك. يعني الموضوع فيه اخوه جامده جدا بيننا وبين الشعب التونسي وان شاء الله باذن الله كل الامور تبقى تمام. هنرجع لملعب الباسكت. هتقولي ايه على ملعب الباسكت بعد البطولات اللي احنا بنعملها وبنشتغل فيها؟ فرقتك كنت جوه البطوله العربيه كنتوا ازاي؟ الوضع شكله ازاي؟ كان مين بيريح الامور؟ مين بيهدي؟ مين اللي بيعمل دعابات جوه الفريق؟ والله مين؟ احنا كلنا كنا مع بعض. يعني اول لما الماتش بيخلص او اول لما التمرين بيخلص خلاص، لا احنا قاعدين مع بعض وكلنا ما كانش فيه بقى شلل وما كانش فيه النديم صاحبه دي ومطنشه دي، لا احنا كان بالنسبه لنا كنا كلنا بنقعد مع بعض، ما فيش حد كان بياخد حد على جنب يعني. كنا ايه تاني؟ يعني حتى الماتش اللي احنا خسرناه بتاع لبنان ده ما حدش فينا قال انت اللي خسرتينا انت اللي مش، لا خالص. احنا كلنا وقفنا مع بعض قلنا لا خلاص احنا هننسى الماتش ده نركز، عشان احنا عندنا كان بعدها بيومين او يعني يوم اجازه وبعدها يوم الكوارتر فاينل، ولو كنا خسرنا خلاص هنروح مش هنلعب حتى ترتيب، مفيش بالظبط نوك اوت على طول. فاحنا لا كان لازم ان احنا نقف مع بعض من تاني ونركز في كوارتر فاينل حتى وفي الكوارتر الاول والتاني. الماتش كان ماشي ايكوال، كان فرق بس 5 بوينتس لينا اللي هو ولا حاجه جابوا في ثانيه. فلا احنا كنا كلنا مع بعض جوه الملعب وبره الملعب، وبره الملعب كمان اكتر ان احنا وكابتن ايهاب برضو على طول، حتى كنا بنقعد نسهر مع بعض نلعب كوتشينه مع بعض يعني كنا لا قاعدين مع بعض على طول. ما كانش هو سايبنا، ما كانش محسسنا ان هو مدرب وانا لعيبه وقافل على نفسه، لا خالص. هو اعتقد هو التقارب ده يصنع الفوز بالظبط. هو بالنسبه لنا مش هو، انا بالنسبه لي انا هتكلم عن نفسي، انا بالنسبه لي كابتن ايهاب مش مجرد مدرب وانا لعيبه، لا بالنسبه لي كابتن ايهاب اب. انا بسمع منه بسمع الوحش قبل الحلو، لما بيقول لي انت بتعملي كذا 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 باخدها اللي هو لا هو عايز يقول لك عشان انا بقى احسن، ومش مصلحه يعني ان هو أكيد. ان انا اكون وحشه. فلا يعني انا بالنسبه لي كابتن ايهاب كان ليه دور كبير قوي معايا انا شخصيا كمان في البطوله. كنت بغلط حتى كتير قوي في ماتش السيمي فاينل، كان هو ورايا وما تركزيش في العابي وهتخلصي وانت، فهو دايما كان بيديني بوش ان انا دايما ابقى احسن. كابتن ايهاب الالفي. طيب قولي لي يا ثريا اصابتك بالظبط ايه؟ الاصابه نفسها. عندي مزق في الخلفيه. هو المفروض ان هو جريد في اخر جريد 1 خالص. كان داخل يعني على جريد 2 كويس، بس انا والله حاولت ان انا فعلا العب ماتش فاينل. هو كابتن ايهاب الالفي قال بصراحه والله بجد حاولوا يربطوك يعني. والله فعلا اتربطت ورحت عملت جلستين في يوم. وكان الموضوع بالنسبه لي صعب وربطت ورحت حتى لدكتور في سبورتنج وربط لي رجلي واشتريت حاجه لبست، وبجد ما قدرتش خالص. نزلت حتى ما ابتديتش بس نزلت مثلا في الدقيقه 3 او كده، بس انا فعلا ما قدرتش. هو مش قادره وانا مش من الطبيعي ان انا اطلب تغيير او حاجه، بس ما كنتش فعلا قادر. هو حس كمان من قبل ما نطلب تغيير. كان عايز يضغط يلعب بريس كده، فانا ما كنتش هساعده بصراحه. فطلبت التغيير وهو غيرني من قبل ما نطلبه على طول يعني. هو حس. الاصابه دي هنقعد فيها قد ايه؟ هو المفروض ان انا قعدت من ساعه يوم الاربعاء خميس يعني قدامي بالظبط ان شاء الله وارجع تاني يعني، عشان برضو لازم الحق الماتشات. عندنا ماتشات المرتبط هنرد على طول، ماتش رايح جاي دور 16 بعدها دور 8. هنروح نلعب مين في المرتبط ان شاء الله؟ مدينه نصر في دور 16. دور 16 مره عندنا ومره عندهم، بعد كويس. كده كسبان من هليوبلس وسيد، وهليوبلس ده اللي احنا مفنشين معاه فاينل المنطقه. كسبانين في منطقه القاهره. بس هو واقف معانا فاينل.
فماتش مش هيبقى، وحتى فريق الصيد بالنسبه لنا مش هيبقى ماتش اللي هو ايزي نكسبه 30 بوينت، لا هنعملين له حساب طبعا. دي فرقتك السابقه. قالوا لك ايه فرقتك السابقه بعد البطوله العربيه وبعد ما شافوكي جوه البطوله العربيه؟ بصراحه هما طبعا ما صدقوا، قعدوا يقولوا لي مبروك وكده ونزلوا لي صور على طول، واحنا معاكي وانت على طول مشرفانا، وانت مهما روحتي احنا على طول في ظهرك، حتى لو رحتي نادي كده كده هيكسبنا، بس انت دايما مشرفانا، احنا ما بنتكلمش على الاهلي بنتكلم عليكي انت. بس فقالوا لي انت احنا على طول وراكي وانت مشرفانا على طول. هو كده دخلت نادي الصيد بعديها؟ مره واحده. قولي لي الوضع اختلف معاكي؟ طبعا اختلف اكيد. ان انا داخله نادي الصيد وانا مش بلعب في نادي الصيد، بالنسبه لي الموضوع صعب. انت بنتهم بالظبط، انا وانا بنت الصيد في الاول وفي الاخر، بس لا حسيت ان انا مش عايزه ابص على الخطط، حسيت ان انا خلاص دلوقتي انا ماليش دعوه بيكم، انا في الاهلي. روحتي ملعب كوره؟ روحتي ملعب باسكت؟ رحت الباسكت، رحت ملعب باسكت. وهم والبنات بيتمرنوا ووقفوا التمرين وجم سلموا عليا، والدنيا كانت بجد كانت حسيتي بايه اللي انت تروحي لناديك القديم وتخشي وتلاقي البنات بيتكلموا معاكي بالشكل ده؟ والله هو بالنسبه لي الموضوع في الاول كان اصعب كمان، لان احنا في اول الموسم لعبنا الصيد مرتين ودي. في اول ماتش ده اللي هو لا انا مقلقه مش عايزه العب الماتش، بس خلاص يعني انا قضيت عمري كله في الصيد. ولازم الاهلي طبعا ليه حق عليا ان انا ادي له دلوقتي اكتر ما انا هدي اي حاجه ثانيه. والاهلي بيدي يعني بيعمل كل حاجه دلوقتي، اذا كان من جمهور مدربين لعيبه، الفرقه كلها واقفه في ظهري، مدربين جمهور لعيبه كله معايا وكله مش سايبني، فانا ما ينفعش ان انا انكر ده حتى 1%. بس لو رحنا للسوشيال ميديا والكلام اللي بيعلق معاكي في الذهن اكيد وهو البطوله، ايه الكلمه اللي علقت معاكي في السوشيال ميديا؟ الصراحه هي كل الكومنتات بتاعت الالتراس لما كانوا يقعدوا. انا كنت بفتح الحاجات دي، وكابتن ايهاب كمان كان بيوريها لي. ان هم شايفين ان انا عندي روح مش موجوده في اي حد، مش موجوده في ولا اي واحد بيلعب اي لعبه تانية، اذا كان فولي او هاندبول او باسكت. قالوا لي انت عندك، كنت بشوف الكومنتات لا طمنونا هي تلعب، بالذات بعد ماتش السيمي فاينل كان طول الوقت قاعدين عايزين يعرفوا انا هلعب ولا لا. حتى كل الناس عملت لي اد وكانوا مهتمين يعرفوا انا هلعب ولا لا. يعني قريت كومنتات كتيره الصراحه، اللي هي كانت اللي هو انت هتلعبي ولا لا، طمنين عليكي، انا بقيت بحب الباسكت بسببك، انا بقيت باجي الصاله بسببك، واحد بعت لي انا بلعب هاندبول بس بحب الباسكت عشانك. فالموضوع ده بالنسبه لي كان لا ده بيلعب هاندبول ما فيش مشكله عادي بقى. لا ده اهم حاجه هو يلعب هاندبول. طب قولي لي بابا وماما بعد الاصابه التليفونات اشتغلت ازاي؟ لا مامتي ما سابتنيش بجد. بجد ما سابتنيش، كانت طول الوقت بقى حتى هي جات لي الجلسه، يعني هي بجد ما سابتنيش، كنت بعمل جلسه. هي كانت معاكي في اسكندريه ولا؟ جات لي هي، احنا اصلا كانت معايا في اسكندريه، وبعد ماتش تونس رحت عملت جلسه على طول. كويس. جات لي بقى بالليل وانا مش هسيبك وانا هفضل قاعده، وروحي الدكتور في الفندق خلاص يعني خلاص هتعملي فني بالظبط. بس لا هي كانت قلقانه جدا، ويعني هي بالنسبه لها ان انا اتصاب دي، وكمان لما شافتني وانا بعدها بماتش عماله بعرج وانا يعني بسخن، فهي مش عايزه تشوف وانا صعبانه عليها، مش عايزاها تبص لي البصه دي. بس اللي هو انا كنت عايزاها، هي شجعتني بصراحه ما سابتنيش ثانيه في البطوله. بابايا برضو كان هو ما جاش، بس كان قاعد بيتفرج عليا في التلفزيون. ما سابنيش برضو، قاعد يقول لي ما تجيش على نفسك بس فرقتك اولى، لو انت قادره 1% لازم انزل ولازم اادي. اهلاوي جدا. انا عارف كارثه. قلت لك اهلاوي جامد جدا. جامد قوي بجد. يعني قال لك انزلي يلا انزلي مفيش مشكله. عادي مصابه مش مصابه انزلي. بس لا عندك حق طبعا، لكن الدور كان مهم للاسره، ووقوف مامتك دايما جنبك دي حاجه بتشجعك دايما. طبعا اكيد كل حد كمان ما سابنيش في الفاينل، بالذات ماتش الفاينل ده، كل حد ما سابنيش في الفاينل ده، اهم ماتش بالنسبه لي مع فريق انا لسه جايه في الفريق ده وتاقلمت معاهم بسرعه. فانا لا يعني بالنسبه لي ماتش الفاينل ده كنت انا محتاجه اقرب الناس ليا يكونوا موجودين فعلا. بس الجمهور كان موجود. هو ده اهم حاجه، ده اقرب الناس ليا كلنا. اقرب الناس ليا كلنا بجد. صح. طب نقولي في المرحله الجايه، عشان احنا كده بصي الوقت بيجري معاكي، المره فاتت نفس الكلام والمره نفس الكلام. قولي لي تقولي ايه بقى للجمهور كده وتطمنيه على المرحله الجايه؟ تقولي لي اول حاجه، بس انا بحب اشكر الجمهور على الماتشات كلها اللي هم ما سبناش فيها من اول يوم لاخر يوم، ما سبناش خسرانين كسبانين، كانوا دايما معانا. فانا بحب اشكر الجمهور على كل ثانيه وقفوا فيها معانا، ومش عايزاهم يسيبونا في الفتره الجايه. بطوله وعدت بحلوها ومرها خلاص خلصت. فاحنا ان شاء الله البطوله اللي جايه المرتبط الجمهور يكون موجود في الماتشات اللي هي ينفع يكون فيها جمهور. في دور الثمانيه ان شاء الله برده يكون موجود، لان ده خلاص احنا عدينا كل اللي فات، ده اللي جاي اهم.
بعدين ان شاء الله كاس. عايزين احنا بقى كفرقه محتاجين ننسى البطوله العربيه خلاص، نركز بقى في اللي جاي. احنا كسبنا كل الفرق في البطوله العربيه، فبالنسبه لنا المفروض ان الدوري والكاس وكده يبقى خلاص الموضوع سهل. اللعيبه اللي بتخاف حتى ما تخافش، دي لعبه بطوله عربيه بالنسبه لها الدوري او الكاس بكتير. فانا بس عايزه من فرقتي ان احنا نفضل مركزين، نفضل مع بعض اكتر، ما نسيبش بعض جوه او بره الملعب، عشان هي الحاجات دي هي اللي بتكسب. ومش عايزين حد يكون زعلان ولا من حد ولا من مدرب ولا من اي حاجه، عشان الحاجات دي هي بقى اللي بتعمل هي بس اللي بس اللي ما بيلعبش بيزعل يعني عادي. يعني انا لو ما كنتش بلعب كنت بزعل. ما هو طبيعي ان انت تزعل، بس خلاص لا تؤثر يعني على الفريق بالظبط. يعني انت ممكن تزعل ان انت ما لعبتش عادي في نفسك، بس بقى ما تروحش بقى تقول لحد انا زعلان، فهو بقى يروح ما تلفش يعني، ما يبقاش سيركل لفه كده. يبقى خلاص تزعل من نفسك ان انت ما لعبتش، بس فرحان ان الفرقه كسبت 100% بالظبط. هي دي روح نادي الاهلي. صح سرايا، مش عارف اقول لك ايه، الوقت جري بسرعه. نورتينا النهارده، ميرسي والف الف مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي. كان معانا كابتن سرايا محمد وفوزها بكاس احسن سكورر في البطوله العربيه. هنرجع نقول تاني اداء سيدات النادي الاهلي في البطوله العربيه، في البطوله العربيه اداء سيدات النادي الاهلي كره السله في البطوله العربيه اداء جيد. الناس فعلا كانت مبسوطه منهم، لكن احنا دايما بنطمح للفوز، بنطمح للمركز الاول، ما نرضاش بالمركز الثاني. ان شاء الله في البطولات اللي جايه باذن الله هيكونوا عند الميعاد ويقدروا يحققوا ان احنا التارجت اللي كلنا عايزينه باذن الله. نقول لكل مشاهدينا شكرا والى اللقاء.